فانت مقلق فعايز ترجع عمرو ورده. ناس كتيره شايفاها كده، وانا بتكلم مع حضراتكم بمنتهى الصراحه، ناس كتيره شايفاها بهذا الشكل، وناس كتيره شايفاها بهذا المنطق، ان عشان عبد الله مش لسه لم يصل الى المستوى اللي احنا عارفينه عنه، وبالتالي كان هناك ان احنا عايزين نرجع عمرو ورده. فمن وجهه نظري انه عندما يتم اتخاذ قرار، وخصوصا قرار صعب زي ده في وقت زي ده، ما ينفعش ان انت ترجع فيه تاني. دي وجهه نظري، ويعني خليني اقولها لحضراتكم كده علشان نعرف كل وجهات النظر خلال الفتره اللي فاتت. طيب خلينا بقى نتكلم فنيا عن مباراه غدا، وعن شكل واداء منتخبنا الوطني خلال المباراتين السابقتين مع واحد من نجوم مصر والنادي الاهلي السابقين، النجم الكبير كابتن وليد صلاح الدين. كابتن وليد ازي حضرتك؟ كابتن اسلام تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي قناه الاهلي. تحياتنا ليك، ويعني دايما مفتقدينك الحقيقه، ولكن يعني دايما منور ودايما بنستمتع بتحليلك. لا انت اللي متالق، وانا متابعك على طول، ومعاك كوكبه من مدربينا الكبار. طبعا بالتوفيق يا اسلام، بالتوفيق. ربنا يخليك يا كابتن وليد. كابتن وليد، يعني انا طبعا بشوفك، لكن هل انت شايف ان اداء منتخبنا في المباراتين السابقتين شكله كويس؟ ده اولا. ثانيا، في مدرستين في الموضوع ده، مدرسه تقول لك ان احنا المهم نصعد وبعد كده يحلها الف حلال، والمدرسه الثانيه بتقول لك لا، الشكل والاداء مهم جدا قبل النتيجه. يعني انا بتفق مع الراي الثاني، او بتفق مع راي بيقول ان الاداء هو اللي بيجيب النتيجه. نعم. فاحنا سؤالك الاول، لا يعني شكلنا مش حلو المباراتين اللي فاتوا. ادائنا مش زي مثلا المغرب، مش زي الجزائر، مش زي السنغال، مش زي كوت ديفوار. يقلق طبعا، ولكن الحمد لله ان احنا يعني 6 نقاط بدون اي هدف في مرمى محمد الشناوي، دي حاجه برضو يعني تحسب للفريق، لكن اللي جاي اقوى واللي جاي اصعب. فانا شخصيا مؤمن بمقوله ان الاداء كويس بيجيب نتيجه كويسه، لكن ولا النتيجه لوحدها ومش مهم الاداء، ولا فكره ان انت يعني تلعب كويس وتتغلب. فاتمنى من كل لعيب، ودايما يا كابتن اسلام احنا بنشوفها حتى في المباريات كمسؤولين بقى او كمشاهده عاديه، او لو مدير فني، لو مدرب، لو مدير كوره، انت طول ما انت احسن في الملعب اطمن. ما هو هل انت شايف ان احنا احسن في الملعب في المباراتين السابقتين؟ ما فيش مشكله، خلال الماتشين اللي فاتوا احنا احسن بنسبه ضئيله جدا، ودي ما فيهاش مشكله، لكن الخوف من بعد كده. الخوف لما نقابل السنغال، لما نقابل غانا، كوت ديفوار، تونس، الجزائر، المغرب، انت لازم دايما اللعيبه تفكر نفسها في الملعب كده، هو انا كويس ولا وحش؟ وانا احسن ولا المنتخب اللي قدامي بيلعب احسن؟ لو انت مش احسن، تاكد ان انت يعني في خطوره كبيره جدا عليك في المباراه. وليد كلهم عارفين كرة القدم بشكل جيد جدا، فالناس عارفة ان المنتخب حتى الان لا يؤدي بشكل جيد، على الرغم من التصريحات اللي طالعة مثلا من المدير الفني ومن المدرب العام الكابتن هاني رمزي وخفير اجنبي، بيقولوا يعني ان شاء الله التحسن جاي وكذا وكذا وكذا. هل انت مع هذا الموضوع، ان التحسن هيجي في المباريات القادمة بمثل هذا الشكل اللي احنا شايفينه؟ انا دايما يعني دايما بفكر بطريقة ايجابية، او دايما يعني متفائل. اتمنى طبعا لازم المدير الفني هيقول كده والمدرب العام، ولازم احنا كلنا نقول كده برضه، في الاخر لازم يبقى عندك ثقه في منتخب بلادك. طبعا في نفس الوقت عندنا ثقه كبيره في اللعيبه، انني لازم يزود يبقى احسن من كده، عبد الله لازم يبقى احسن من كده، ايمن اشرف لازم يبقى احسن من كده، مروان محسن لو هو اللي لعب او لعب غيره يبقى احسن من كده، شيء طبيعي. لو اللعيبه دي كلها ادت المستوى اللي احنا عارفينه، يعني خد بالك فارق جدا مع عبد الله السعيد اداء النني مثلا. مظبوط. النني لو اداؤه عالي، عبد الله السعيد تاكد ان اداؤه هيعلى جدا في المباراه. ففي حاجات تفاصيل صغيره جوه الملعب انت كلاعب كره عارفها وانا عارفها، وبتفرق في مباريات كتير جدا. النهارده منتخب الجزائر وهو بيلعب السنغال مثلا، فاول في نص الملعب حطوها وراحوا عاملينها على طول انفراد لبوندات بنجاح. صح. يعني
يعني قصدي انت طول ما انت حالتك في الملعب كويسه ان شاء الله تكسب. وفي نفس الوقت مش عايزين نقول ان احنا ما عندناش قدرات او احنا منتخب ضعيف. لا بالعكس، احنا عندنا لعيبه كويسه جدا وعندنا، ولكن حتى الان هو قلق الناس من ايه؟ الكل متاكد خلاص ان ال 23 لاعب دول من وجهه نظر المدير الفني هم الافضل، تمام اتفقنا على كده خلاص وعدينا النقطه دي. النقطه الثانيه ان معظم اللاعبين اللي بيلعبوا في البدايات في بدايه المباراه كابتن وليد وما اعرفش تتفق معايا ولا لا، معظمهم لم يصل ل 50% من مستواه، ومع ذلك الحمد لله بتكسب. بتفق معاك مليون في الميه، ودي حاجه برضه في الكوره كويسه ودي سمه الفرق الكبيره ان هي تكسب حتى لو هي مش كويسه. وانت عارف كده كويس، وكنا في النادي الاهلي فترات كتير او مباريات كتير ممكن ما تبقاش كويس او مش في حالتك او بنص حمولتك الفنيه وتكسب المباراه. وده ذكاء من اللعيبه وذكاء من المدير الفني، لكن انت مستويات البطوله بعد كده هتقوى. انت في دور ال 16 ودور الثمانيه مفيش اي احتمال للغلط. يعني هي بدايه البطوله اعتقد خلاص هتبقى ان شاء الله من بعد مباراه اوغندا، يعني من بعد مباراه اوغندا وتحديد المركزين الاول والثاني بدايه البطوله بقى هتبتدي. مليون في الميه، لانه لوك اوت خلاص. يعني انت مثلا لو هتريح في المباراه شويه مستواك مش هيبقى كويس، هتبص تلاقي نفسك داخل في شوط ثالث ورابع، لقيت نفسك الدنيا مثلا مش مستواك مش كويس، هتبص تلاقي نفسك رايح لضربات جزاء. مظبوط، المساله ما فيهاش هزار خلاص. وده لو حتى كسبت هياثر عليك في الماتش اللي بعده من الناحيه البدنيه. برافو عليك، برافو عليك. طب كابتن وليد، انت مع التغيير في التشكيل بكره ولا مع ان هو يلعب بنفس التشكيل؟ يعني هو كان قال الحقيقه بعد مباراته الاخيره او بعد المباراه الاخيره امام منتخب الكونغو، قال انا هعمل تغييرات كتير في الفريق. النهارده رجع قال لك يعني ممكن واحد او اثنين، شايف انت مع ايه؟ لا انا قلت الكلام ده من حوالي 3 ايام، انا مع التغيير البسيط. ايوه، بكل عناصر الفريق، هم اثنين او ثلاثه بالكثير. يعني اثنين او ثلاثه، واحد منهم ممكن يبقى محمود علاء مثلا. بما ان محمود علاء عنده انذار فبدل ما نفقده محمود علاء والنني. مظبوط، بس انا شايف ان النني محتاج مباريات ومحتاج ان هو يفوق نفسه ويتقال له ان يعني انا شايف ان محمود علاء ممكن باهر المحمدي مكان محمود علاء. مظبوط، شايف ان ممكن ادي فرصه لاحمد الشناوي علشان اطمن. طبعا الف مليون سلامه الجنش، نعم، ويعني ربنا يقومه بالسلامه. تمام، لكن انا محتاج ممكن اشوف الحارس الثاني علشان يبقى انا عندي الاثنين كويسين. تمام، وممكن تغييره ثالثه قدام، ممكن ادي فرصه لاحمد علي. انا شايف ان الثلاث تغييرات دول ممكن اثنين منهم ممكن واحد، لكن ما يبقاش اكتر من كده. وبقيه الفرقه بقيه المنتخب زي ما هو، لان انا كابتن اسلام مش عايز اي مفاجات. انا النهارده اوائل المجموعه هتلعب على الملاعب بتاعتها، مش عايزين نغادر استاد القاهره. هتلعب على الملاعب بتاعتها وهتلعب مع فرق او منتخبات مهما كان هتبقى ثالث المجموعه او رابع المجموعه، المجموعات الاخرى مش هتلعب اول المجموعه. يعني انت عارف لا قدر الله لو اوغندا كسبت، انت عارف انت هتلعب مين تقريبا؟ الجزائر. السنغال. هتلعب السنغال رسمي. الجزائر كسبت الماتشين وفي المواجهات المباشره هي احسن، فالجزائر اول المجموعه خلاص مش هيغادر ملعبها. تخيل انت بقى لما هتلعب السنغال في دور ال 16، طب ليه؟ يعني مش عايزين نصطدم بمنتخب قوي، عايزين ناخد منتخب يطلع بقى كينيا، يطلع جنوب افريقيا بتاع جنوب افريقيا انجولا، حاجه تكون برضو تحط اللعيبه انها بطوله لدور الثمانيه بعد كده بقى العنيد. طيب، جدا يعني ان شاء الله. كابتن وليد، انت لو مكان اللعيبه هتفكر في كده في اللي انت بتتكلم فيه ده ولا هتفكر في الماتش بس؟ هفكر مباراة بكره يعني اوغندا. بص يا كابتن اسلام، المكسب بيجيب معاه مكاسب كتير، فاهم؟ يعني نعم. انا رقم واحد هفكر في المكسب. هفكر في المكسب علشان ما غادرش الفندق بتاعي، ما غيرش الاقامه، ما غيرش الملعب، ما غيرش التدريب، ما شحططش الجمهور بتاعي، كل ده هيبقى في تفكيري. في نفس الوقت جوه الجيم ايه المشكله؟ ان شاء الله ربنا يكرم وصلاح يجيب جونين ويبقى هداف البطوله. ايه المشكله ان تريزيجيه مثلا ياخد مان اوف ذا ماتش ويبقى قريب من احسن لعيب في البطوله؟ كل دي مكاسب بتيجي مع المكسب الاساسي. لكن انا يعني مش هفكر ابدا ان المباراه ممكن العب على التعادل، طب اريح شويه، طب ما فيش مشكله لو اتغلبت. لا، الكلام ده هيبقى خطر يعني.
طيب اخيرا يا كابتن وليد، لو حضرتك انت كوليد صلاح الدين شايف منتخبنا الوطني يستطيع ان يصل الى لغايه فين؟ بص خلينا نقسمهم لجزئين. اتفضل. جزء امنيات اتمنى يا رب يوصل للاخر ونكسب البطوله. وجزء فني اكيد برضو بحكم شغلنا. لا المنتخب محتاج عناصره يفوقه بلغه الكوره او يفوقوا نفسهم. برافو عليك. يفوقوا بعض. برافو عليك. بصراحه لان انت في الاخر انا بعد المستويات احنا اتفرجنا على كل فرق البطوله. مظبوط. لا انت عندك شراسه غير عاديه في المغرب، بيلعبوا كره حلوه قوي. انا عايز اقول لك يا كابتن وليد، بنين مثلا، بنين فريق جيد جدا. جيد وعنده شراسه وبيجري وسرعاته يعني في بعض الفرق او بعض المنتخبات اللي هي يعني تعتبر تصنيف ثاني او ثالث او ثالث او رابع، انا اسف، وعامله مباريات جيده. بص في الاخر انا حتى يعني مش هبص للفرق دي، لكن انت بتلعب على بطوله تمام؟ فلازم تبص للمنتخبات اللي ممكن تاخد منك البطوله. فانت لما هتقابل المغرب بيلعبوا كره حلوه قوي، لما هتقابل الجزائر عندهم شراسه غير عاديه، عندهم واحد من احسن رؤوس الحربه بغداد بو نجاح في السد القطري مكسر الدنيا، عندهم رياض محرز طبعا المان سيتي وحدث ولا حرج، عندهم سفيان فغولي، عندهم بقى فرقه اسماعيل بن ناصر بياخد احسن لاعب في المباراه لتاني مره. تاني مره لعيب جامد قوي بصراحه. غير عدنان قديوره في نص الملعب، لا انت محتاج تقيس نفسك بالمنتخبات الكبيره. لو انت بتدور على البطوله زي ما دي نقطه هايله، دي نقطة حلوة جدا. بص يا كابتن اسلام، الاهلي بيعمل ايه؟ لما يدخل مثلا دوري ابطال افريقيا ما بيبصش على الفرق اللي هي، بيبص ايه؟ بيبص على الترجي، بيبص على الوداد، بيبص على مازيمبي، بيبص على الفرق اللي ممكن تتنافس معاه. مظبوط. تتنافس معاه على اللقب. صح صح. فانت النهارده في ملعبك في وسط جمهورك لازم انت لما تشوف المستويات دي لازم اللعيبة تقعد مع بعض وتعرف ان البطولة دي صعبة، وده اللي انا قلت عليه قبل البطولة. معاك حتى انا قلت لك الملاعب حلوه قوي. مظبوط. والاجواء حلوه قوي والاقامه حلوه قوي، فاللعيبه دي هتيجي تلعب كوره حلوه. صح. فربنا يشكر يعني. اشكرك جدا يا كابتن وليد، الكابتن وليد صلاح الدين نجم مصر والنادي الاهلي السابق، طبعا تحليل فني وافي لشكل واداء منتخبنا الوطني من وجهه نظر الكابتن وليد خلال الفتره الاخيره. طيب خافيير أجنبي يبرئ ناجي من إصابة جنش ويكشف نقاط القوة في منتخب أوغندا. يعني أنا اتكلمت مع حضراتكم في هذا الموضوع لأنه قد يكون الموضوع ده حساس شوية، لكن زي ما حضراتكم عارفين دايما بنحاول ننقل لحضراتكم نبض الناس، أو الناس بتتكلم في إيه، ناس بتتكلم أو كانت بتتكلم إن يعني كان من المفترض إن كابتن ناجي يعني ما يدوس